نروح لأحمد حازم من نادي سيتي كلوب. أحمد مساء الخير، اتفضل. مساء الفل عليك الزميل العزيز كابتن سيف زاهر، وطبعا بمسي على كل زملائنا اللي موجودين في كل حته في انحاء الجمهوريه في درجه حراره تخطى 37 درجه مئويه. طبعا كل ده من اجل امتاع المشاهد. نروح لحضراتكم كده ردود افعال او كل ما يدور في اذهان سواء جمهور النادي الاهلي وجمهور نادي الزمالك. خلينا نبتدي لسان حال جمهور النادي الاهلي. التقيت ببعض طبعا من الجماهير اللي موجوده هنا رغم درجه الحراره العاليه جدا زي ما قلت لحضراتكم بتتعدى 37 38 درجه مئوية. يمكن جمهور النادي الاهلي شايف ان ممكن المباراه بتاعه النهارده تحسم بشكل كبير جدا الفرحه بتاعه النادي الاهلي او احتفال النادي الاهلي، فاي نتيجه غير الفوز هتعكر صفو الاحتفالات لدى جمهور النادي الاهلي. وبرده لسان حال جمهور النادي الاهلي شايف ان هذه المباراه هي بطوله داخل بطوله، فمهم جدا رغم ان جمهور النادي الاهلي شايف ان النادي الاهلي حسم كل البطولات الا طبعا بطوله كاس العالم، فمباراه الزمالك بتكون طبعا ليها مذاق خاص وليها طعم خاص لدى جمهور النادي الاهلي. على الجانب الاخر لسان حال جمهور نادي الزمالك، شايفين طبعا ان نادي الزمالك بيمر بفتره صعبة جدا، ولكن مفيش حد ما اتكلمتش معاه الا لو قال لي دي ممكن تبقى شهادة ميلاد لأوزاريو لدى جمهور نادي الزمالك. وكلنا عارفين لما جمهور نادي الزمالك بيكون بيجمع على مدير فني او بيدعم مدير فني، فزي ما شفنا طبعا في فترات سابقة وتاريخ نادي الزمالك بيشهد او تاريخ جمهور نادي الزمالك بيشهد على هذا الكلام. طبعا كل الناس عايشة حالة المباراة سواء جمهور النادي الاهلي او جمهور نادي الزمالك، يعني يمكن انا بشوف ردود الافعال وانطباعات الجماهير تحسهم هم بيلعبوا الماتش، ولكن طبعا في اذهانهم في ده بيعبر عن ان احنا كرة القدم قد ايه ان احنا عندنا شغف كبير بيها، قد ايه احنا مجانين بكرة القدم، قد ايه احنا عاشقين لكرة القدم. ان شاء الله نستمتع بيه الديربي الاقوى والاكبر في المنطقة، وان شاء الله كل واحد يبص في ورقته ونشوف مباراة كبيرة. كابتن سيف اليك مرة اخرى، تفضل. تأكيدا لكلام المتألق احمد حازم، ان شاء الله كلنا نفضل باصين في رؤيتنا. احمد عندك حق طبعا، بشكرك شكرا جزيلا للمتألق احمد حازم، بشكر كل نجومنا اللي كانوا موجودين معانا من كل حته، ابراهيم وحسن وكل الناس، وان شاء الله باذن الله نتابع معاكم في تغطيه خاصه جدا.